أغسطس. من أكثر الأمور المزعجة للجميع محاولة الآخرين النظر في هاتفك في المواصلات أو في المصعد، لذا قدم المطورون نوعا خاصا من حافظات الشاشات لمنع الآخرين من التجسس على هاتفك. فعندما تقوم بإلصاق الحافظة على شاشة الهاتف تصبح أنت فقط من يرى محتويات الشاشة، ولا يمكن لأي أحد آخر أن يرى أي شيء على الشاشة إلا بالنظر بزاوية قائمة إليها. أما بإمالة الهاتف أو بالنظر من زاوية مائلة فلا يمكن رؤية أي شيء. المشترك الكهربائي الخفي. مشترك كهربائي قابل للسحب، وهو مريح جدا ويمكن تركيبه بسهولة في المكتب، بمكان العمل أو في المنزل لتوصيل الكهرباء لعدة أجهزة في وقت واحد، ويمكن إخفاء الجهاز أو إظهاره بلمسة واحدة على الزر العلوي. روبوت لتنظيف النوافذ. روبوت مفيد جدا يساعدك على تنظيف النوافذ آليا، فهو يلتصق بالزجاج بطريقة مثالية، وكل ما عليك فعله هو ضبط البرنامج وسيقوم الروبوت تلقائيا بالعمل المطلوب، وبعد الانتهاء من التنظيف يرسل الروبوت إشارة صوتية للتنبيه. غطاء المطر للقدمين. غطاء للقدمين مقاوم للماء، يحمي الحذاء والقدم من البلل، وهو سهل التنظيف وله مظهر أنيق ويأتي بألوان زاهية. الطلاء المضيء. طلاء مثير للاهتمام، فهو طلاء عاكس مضيء في الظلام، يمكن استخدامه على الدراجة إذا كنت من محب القيادة ليلا لتكون مرئيا للمركبات الأخرى، وإذا كنت من هواة التريض ليلا فيمكنك أيضا استخدامه على الملابس لإعطاء نفس التأثير. سيارة الدفع الرباعي اللاسلكية. سيارة دفع رباعي لاسلكية صغيرة تعمل بوحدة تحكم عن بعد، يمكنها تخطي جميع العقبات والتضاريس المختلفة كالطرق الترابية والصخرية والبرك الطينية بفضل عجلاتها الفريدة، وهي لعبة مثيرة للاهتمام للكبار والصغار على حد سواء. كابل USB المرن. كابل مثير للاهتمام مصمم لتثبيت وشحن الهاتف في وقت واحد، فباستخدامه لا يمكنك شحن الهاتف فحسب، بل يمكنك أيضا تثبيته في وضع مريح لاستخدامه بمنتهى السهولة. الكابل مفيد جدا في الحياة اليومية، كما يمكنك أيضا من استخدام الهاتف في السيارة. نفق للقطط. هذا المنتج يعتبر من المنتجات المميزة بالنسبة لأصحاب الحيوانات الأليفة خاصة القطط، وهي كائنات كثيرة الحركة. المنتج عبارة عن نفق بلاستيكي لتسلية القطط المنزلية. غطاء لمنع الغليان. من المنتجات المفيدة في المطبخ غطاء منع الغليان، وهو غطاء مبتكر ببتلات خاصة في المنتصف ترتفع عند غليان الطعام، وبالتالي تمنع سقوط الماء أو الطعام على الموقد. الغطاء آمن تماما، وهو مصنوع من السيليكون الحراري، ويمكن استخدامه في الأفران أو لطهو الطعام بالبخار. حامل الصابون المغناطيسي. منتج مفيد يمكن وضعه في دورات المياه، وهو حامل مغناطيسي للصابون لجعله دائما في متناول اليد وللإمساك به بسهولة. الحصالة الماضغة. حصالة ذكية ذات وجه مضحك، لها فم يمثل الفتحة التي يتم إدخال النقود من خلالها، وتشبه طريقة حركة ذلك الفم حركة المضغ، فتبدو الحصالة وكأنها تقوم بمضغ النقود. الدوامة العجيبة. اختراع مدهش يدعى فلوت ويز، وباستخدامه يمكنك أداء الكثير من الحيل، فتلك الدوامة يمكنها التحول إلى العديد من الأشكال المذهلة، وهي تساعدك على قضاء وقت ممتع ومثير مع أصدقائك. أداة متعددة الاستخدامات.
أداة مثيرة للاهتمام ومتعددة الاستخدامات، تأتي على شكل ترس سداسي، وكل سن من أسنانها يمثل أداة مختلفة. تتميز الأداة بصغر حجمها واستخداماتها العملية، وتأتي بحلقة ميدالية مفاتيح كي يمكنك حملها معك في كل مكان. دبوس الشعر متعدد الاستخدامات. دبوس للشعر، ويعتبر أيضا أداة متعددة الاستخدامات، فهو ليس مجرد دبوس للشعر فحسب، ولكنه يعتبر حلا عمليا في كثير من المواقف الطارئة، حيث يمكن استخدامه لقطع الأشياء أو لفتح زجاجات المشروبات وغيرها من الاستخدامات العملية. المصباح الشمسي اليدوي منتج مفيد للجميع وخاصة السياح. الميزة الرئيسية لهذا المصباح هي أنه يعمل بدون بطاريات ولا يشغل حيزا كبيرا في نفس الوقت. المصباح قابل للنفخ وهو مقاوم للماء أيضا، ويعمل بالطاقة الشمسية حيث يقوم بتخزين ضوء الشمس خلال ساعات النهار، ومن ثم يضيء ليلا بإضاءة شمسية رائعة. الشاحن الشجرة. شاحن أصلي على شكل شجرة، قمة الشجرة عبارة عن ألواح شمسية تقوم بتخزين الطاقة لاستخدامها في شحن الهواتف المختلفة. يعمل الشاحن بالكهرباء أيضا، ويمكنه تخزين الطاقة بفضل البطاريات المدمجة فيه، وهو يعتبر أيضا بمثابة قطعة ديكور مميزة لمكتبك. المجهر. مجهر إلكتروني مذهل ومفيد للعاملين في لحام القطع الإلكترونية الصغيرة أو في الاختبارات المعملية البسيطة، حتى أنه يمكنك من خلاله النظر لرؤية الشعيرات الدموية وخلايا الدم. صانع الفطائر الكهربائي. جهاز كهربائي مدهش ومريح يقوم بطهي فطائر الكريب بسهولة وبسرعة لتحصل على فطائر رقيقة ولذيذة ودائرية الشكل في أسرع وقت. سوار الساعة. سوار مذهل يمكنه عرض التوقيت مباشرة على يدك. بدلة للسيارة. فكرة عبقرية للحفاظ على درجة حرارة مكسورة السيارة في أيام الصيف الحارة، وهي عبارة عن مظلة مصنوعة من مواد متينة وقابلة للطي، تلصق جيدا بسقف السيارة وتعمل بجهاز تحكم عن بعد، وهي مقاومة للرياح بشكل جيد، كما يمكن استخدامها على الشاطئ كمظلة بحر. كل ما عليك فعله هو تثبيتها جيدا في الرمال وتشغيلها بواسطة جهاز التحكم الخاص. المصباح مستشعر الجاذبية. مصباح ليد ليلي مبتكر على شكل أزرار أون وأوف كهربائية يشع بالضوء الأبيض والأصفر، وهو قابل لإعادة الشحن، ويمكن استخدامه كمصباح مكتبي أو كإضاءة ليلية خافتة في غرف الأطفال. مصباح مبتكر. مصباح مكتبي مبتكر على شكل تقويم يمكن تغيير شكله باستمرار، وهو منتج مثير للاهتمام بالنسبة لمحبي التجديد. ولتغيير الشكل كل ما عليك فعله هو تغيير أوراق التقويم، فكل ورقة لها تصميم مختلف، وهناك أيضا أوراق خالية من التصاميم لتمنحك الحرية لعمل تصميمك الخاص، ويعتبر هذا المنتج بمثابة هدية ممتازة ومثالية للأشخاص المبدعين. حقيبة الظهر لحمل القطط. تلك الحقيبة تعتبر هدية مميزة لمحبي القطط، خاصة الذين يحملون قططهم معهم إلى كل مكان. الحقيبة سهلة الحمل وهي آمنة ومريحة جدا للحيوان، كما أنها مزودة بنافذة صغيرة كي تتمكن القطة من الاستمتاع بمشاهدة الطريق. أزرار أكمام مبتكرة. أزرار أكمام إبداعية مصممة على شكل ساعة ميكانيكية، وهي أزرار مثيرة للاهتمام على الرغم من أنها لا تعرض الوقت، فهي لا تحتوي على عقارب، ولكن آلية التروس تعمل بانتظام كما لو كانت ساعة حقيقية. نافورة القطط. لمالك القطط نقدم لكم هذا المنتج المفيد، وهو عبارة عن نافورة كهربائية ذكية ذات تصميم مميز تسمح بتوفير الماء للقطط طوال اليوم، بالإضافة إلى كونها بمثابة قطعة ديكور جميلة للمنزل.
مكبر الصوت الذكي. هذا المنتج بالتأكيد سوف يظهر الجميع، وهو مكبر صوت مع واجهة مضيئة مميزة ويعمل بخاصية البلوتوث. الواجهة المضيئة لا تتحرك أثناء تشغيل الموسيقى فقط، ولكن يمكنك أيضا عمل تصميم إضاءة بنفسك بمساعدة تطبيق خاص على الهاتف. الخافق التلقائي منتج مفيد جدا لعشاق الطهي، فهو يساعدكم في تحضير أشهى الأطباق، حيث يقوم هذا الخافق الآلي بخفق ومزج وتقليب الطعام بطريقة آلية تماما، وبذلك يوفر لكم الوقت والجهد أثناء الطهي، ويساعدكم أيضا في تحضير عدة أطباق في وقت واحد. موقد تخييم مع شاحن. لمحب الرحلات والتخييم نقدم لكم هذا المنتج الرائع، وهو موقد للطبخ يقوم بوظيفته الأساسية في تحضير الطعام، بالإضافة إلى أنه مزود بجهاز جانبي يقوم بتخزين الطاقة الناتجة من الحرق داخل الموقد وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكنكم استخدامها في شحن الأجهزة المختلفة. فهو جهاز مثالي للغاية ومفيد، ولا غنى عنه في الرحلات الميدانية. قوالب المثلجات. أكواب بلاستيكية قابلة لإعادة الاستخدام وجاهزة لصنع المثلجات في المنزل، وهي بسيطة ومفيدة خاصة في الصيف لصنع المثلجات المنزلية اللذيذة، وهي آمنة تماما وتأتي بأشكال مختلفة وتساعدك في تحضير وتشكيل مثلجات منزلية صحية ورائعة كالمثلجات الجاهزة والتي تباع في المتاجر. الكريبتكس خزانة سرية معدنية مثيرة لإخفاء الرسائل والوثائق الهامة تدعى الكريبتكس، وهو مصطلح مأخوذ من رواية شيفار دافنشي. تزن الخزانة حوالي 560 جرام، ولفتحها تحتاج إلى كلمة سر خاصة، وإذا لم تكن تعرف كلمة السر فلديك الفرصة لتخمينها من بين 1,188,176 احتمال، بمعنى آخر أنك لن تتمكن من تخمين الكلمة الصحيحة غالبا، لذا فهي خزانة آمنة وسرية للغاية. حاسوب لوحي وجهاز عرض. حاسوب لوحي مثير للاهتمام يعمل بنظام أندرويد. ميزته الرئيسية هي أنه يحتوي على جهاز عرض مدمج، فعند شرائك الجهاز فأنت تحصل على خصائص الحاسوب أو الهاتف اللوحي، وفي نفس الوقت جهاز عرض أو بروجيكتور يمكنك بواسطته مشاهدة الأفلام والفيديوهات وكأنك في السينما تماما. لوح التزلج المضيء. لوح تزلج مضيء مزود بمكبر للصوت يمكنه العمل حتى 4 ساعات متواصلة دون إعادة الشحن، واتصل بالهاتف عن طريق البلوتوث لاستقبال المكالمات أو لسماع الموسيقى. يحتوي اللوح أيضا على منفذ صغير لبطاقة الذاكرة، والأروع أن ذلك اللوح يمكنه الإضاءة بألوان ساحرة وبأنماط مختلفة عند تشغيل الموسيقى. عصا سيلفي الفريدة. عصا سيلفي مذهلة تتميز بمجموعة مختلفة من الخصائص، حيث يمكنها الامتداد تلقائيا بمجرد الضغط على زر خاص. أما الميزة الرئيسية لها فهي المراوح الجانبية التي تعمل آليا لإعطاء تأثير تطاير الشعر أثناء التصوير، لمنح صور السيلفي الخاصة بك مزيدا من الحيوية والتميز. تعتبر عصا سيلفي الفريدة تلك رائعة جدا وشيقة بالنسبة لعشاق التقاط صور السيلفي. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات اي من المنتجات التي استعرضناها اليوم قد اعجبتكم اكثر وترغبون في شرائها، ولا تنسوا اذا اعجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا ايضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. الى اللقاء.